لروح فاقد الكرة الجزائرية نبيل حماني، اتفقت إدارة وفاق الصيف مع نظيرتها من ناصر حسين داي على برمجة مباراة ودية يوم 19 جويلية الجاري في ملعب 8 ماي بالصيف، وهذا للتعبير عن تضامن عائلتي الفريقين مع عائلة حماني والكرة الجزائرية التي فقدت واحدا من أبرز لاعبها وهو في ريعان شبابه، مع الإشارة إلى أن نبيل قضى أفضل أيامه في صفوف وفاق الصيف أين نال العديد من الألقاب فيما لعب آخر موسم له قبل مفارقة الحياة في صفوف ناصر حسين داي والذي حقق معه الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. ضمن ثاني مباريات ربع النهائي حجز منتخب البرازيل تأشيرة العبور الثانية إلى المربع الذهبي بعد تجاوزه